في سلامات رجوعك هذا أفكاري والبشاير تسابك غناوينا يمه يلي حضورك يطوي أعذاري يوم نادانا بالفرحة منادينا في سلامات رجوعك هذا أفكاري والبشاير تسابك غناوينا يمه يلي حضورك يطوي أعذاري يوم نادانا بالفرحة أمي اللي غلاتك مكمن أسراري لك دبوح الحنايا من دعائي قناة مواهب تقدم كل جديد وعصر ما بتخيب المولى رجاوينا أمي خالد بنورك زانة أنواري مثل بدر تجلى في ليالينا يا غرامي وعشقي يا ضيا داري جنة الدنيا انت ما تناسينا السعادة صداها يعلن اخباري يوم جيتي فتحنا لك موانينا بالسلامة رجعتي بعد الاسفاري ترسمي خطوتك بس كأمانينا تحتفي بك اولادك طيب الاذكاري خالد وعبد الرحمن والهنا فينا هذا عبد الله يما للغاية أريام وعهود جلي مثل الأقماري فدوتك كل غالي من غوالينا القرايب تهلي وصاحبي وجاري والهنا والسعادة في أهالينا ما لنا غير زالك بالمدى طاري وكل منه لفانا جاي هنينا فيك أمي الحبيبة نظم الأشعاري كل قلبك كتبك زلمة مبسمك ما يفارق ليلي ونهاري تكتمل أغلى فرحة في تلاقينا نحمد الله ونشكر ربنا الباري يوم تمام لنا برد مساعينا يا عسي طول عمرك اجمل اقداري بالوفا لك نعاهد من ايادينا في سلامات رجوعك هابت أفكاري والبشاير تسابك غناوينا يمه يلي حضورك يطوي أعذاري يوم نادانا بالفرحة منادينا في سلامات رجوعك هابت أفكاري والبشاير تسابك غناوينا يمه يلي حضورك يطوي أعذاري يوم نادانا بالفرحة أمي اللي غلاتك مكمن أسراري لك دبوح الحنايا من دعاوينا في غيابك ضلوعي تكتوي ناري ما بتخيب المولى رجاوينا أمي خالد بنورك زانة أنواري مثل بدر تجلى في ليالينا يا غرامي وعشقي يا ضيا داري جنة الدنيا انت ما تناسينا السعادة صداها يعلن اخباري يوم جيتي فتحنا لك موانينا بالسلامة رجعتي بعد الاسفاري ترسمي خطوتك بس كأمانينا تحتفي بك اولادك طيب الاذكاري خالد وعبد الرحمن والهنا فينا هذا عبد الله يما للغاية تم التسجيل والمساج في استوديو زهرة العروسي للإنتاج الفني والإعلامي ساره روان زانت في عوالينا أريام وعهود يلي مثل الأقماري فدوتك كل غالي من غوالينا القرايب تهلي وصاحبي وجاري والهنا والسعادة في أهالينا ما لنا غير ذلك بالمدى طاري وكل منه لفانا جاي هنينا فيك أمي الحبيبة نظم الأشعاري كل قلبك كتبك زل معانينا مبسمك ما يفارق ليلي ونهاري تكتمل أغلى فرحة في تلاقينا نحمي